Jersey for this. Six elementary schools in New Jersey used 550 different third-party apps during a single day in our pilot. All of them. Experience, you say, let's explore. It's a beautiful explore experience where you can see I'm in a mood to eat something, to drink, to shop. ببلغك ان هذا جلاس هو احسن جلاس انا شربت فيه ماي بحياتي. عندك مانع؟ وهو الجلاس الوحيد اللي انا فولته ماي في هذا الفندق. وتحدى واحد سوى هذه الحركه في الوقت هذا في هذا الزمان في هذا المكان. انا لو مكان شركه كبرى، انا لو مكان كوالكوم، اقسم بالله ارفع عليهم قضيه. احسن معالج في العالم، والله العظيم ما يطوفون، لا اطلع من وراهم فلوس. معالجات 12 نواه للجرافيكس ما طلعوا طامروا وتنقزوا 12 نواة، انت طالع 6 انوية قاعد تنقز على ستيج. جامع معالج الثنائي نواة A8 والثنائي نواة A9 بمعالج واحد مسميه 8A10 اللي هم اثنين هم ملك سامسونج وبست ايفر، وكاميرا 1.8 موجودة على الجالكسي S6، ولما نزل S7 قمنا نضحك على S6 قبل سنتين. حط مثبت لصورة الكاميرا OIS صفق الجمهور يا رجل. هذه وين موجوده؟ هذه موجوده على اسخف الاجهزه. ال جي نزلت من التقنيات للكاميرا العجب العجاب، مو عاجبنا احنا. انت جاي منزل لي سخافه والناس تصفق. شوف لما حط السعر قال 649 دولار ما حد صفق. يدرون شنو يعني، وين رايح انت؟ ما حد صفق يا رجل، ناطرين بس اي شيء ثاني يصفقون عليه. معالج انفيديا 256 كور، 256 نواة للجرافيكس، ما طلعوا تنقز وقال ايفر ونيفر. شهر واحد صرحت ليكو بتواجد جهازها اللي ماكس والسلسلة كاملة. شهر اثنين نزلتها بدون 3.5 مخرج للسماعة، بدون. شركة موتورولا المتأسسة 1928 اللي صار لها 87 سنة شالت 3.5، صاحبة أول جوال في العالم. HTC بالتعاون مع JBL اللي انتم متعاونين معاها نزلت اول سماعه تايب سي في العالم، تايب سي دايركت غير كانسليشن ولا الباور. سامسونج نزلت بهدوء جير ايكونكس اللي هي السماعه اللي تدش بالاذن، وثلاث شركات اخرى اثنين منهم عمالقه وواحده صينيه نزلوا، وهي مشروع عادي جدا. 3D تاتش ولا فورس تاتش نزل قبل سنه بمعرض ايفا اللي انا فيه الحين، بس السنه اللي طافت للميت اس من هواوي، وكان مشروع اسخف من اللازم. شنو يعني الضغط على الشاشه؟ هاي فاي متواجده على اجهزه فيفو من كم سنه، والسنة هذه رفعوها 24 بت على HTC 10 و32 بت على LG V20 مع بلوتوث. كل واحد يعرف قدره، كل واحد يعرف قدره. شركة تجميع ما أدري شنو، لا يقعد يقول احنا ونحن والجمهور يصفق. يعني يقرأ الأرقام، يعرف أول شيء قبل لا ينطق. مؤتمر سامسونج قالوا نزلنا 64 جيجا ذاكرة داخلية، الناس صفقوا. زعلت أنا، ها؟ ليش صفق 64 جيجا شنو؟ أنا أكثر شركتين كاثرين خاطري HTC اللي سبقت الجميع حتى في التصميم وما حصلت على التصفيق هذا، وال جي في 20 اللي سبق الجميع ما حصل على التصفيق. من الكلمات اللي ضحك اللي هو اذكى نظام تشغيل في العالم. منو زكاك انت؟ نفس واحد يتكلم عن نفسه يقول انا اذكى واحد في العالم، منو زكاك انت؟ حيث ان ايفون راح يبيع اكثر لان سامسونج S7 انسحب من السوق. هذا ضعف منك، ان المنافس انسحب فانت بعت، ضعف هذا. كان المفروض اطالع مؤتمر 2012. الجهاز ضد الماء. نوت 7 قال القلم يكتب تحت الماء، جلدت امهم جلد. انت تو جهازك يدعم ضد الماء؟ رام تحط وياهم فلاج شيب 6 جيجا رام وكذا، لا ما تحط وياهم جهاز قوي. قط عليهم الثوري جدا جدا جدا. هد عليهم سوني. سوني من ايام الاحافير، ايام العصر الطباشيري، جهازهم ضد الماء. ونقول احنا ليش ضد الماء الجهاز؟ احنا مستائين ان ضد الماء. وابل تقتل 16 جيجا رام وتذهب ل 32. لان المصانع ما توفر 16 جيجا رام. بس المصانع قالت يبا خلاص كافي 16، 32. لك شالوا 3.5 اللي تحت لانهم شركه شجاعه. اقدمت على هذه الخطوه من شجاعتها. فرسان فرسان. في كلمه حق هتلر مشهوره يقول لا تبرر في حالة الخسارة ولديك ألف تبرير في حالة الفوز. أعطيك مثال، فزت بالحرب شو تقول؟
والله لأن هجمنا عليهم من شمال، لأن الجنرال فلان هجم من الجنوب، لأن عندنا 50 مقاتل ما أدري شنو. حق لك تقول أي شيء. لكن إذا خسران المعركة تطلع تقول والله إحنا خسرنا المعركة لأن قاومونا، مقاومتهم كانت شديدة، ولأن لا تبرر. كان يوم لطيف، يوم ممتع، يوم مضحك. يعني قلت لكم فاكهة التقنية، يعني شيء ونس. يا شباب في تصريح حق شبه الرجل مال أبل بأن في شيء إحنا راح نحطه بالجهاز ما كان أحد يحلم فيه. شنو هذا؟